بالإضافة إلى يعني المنتجات والخدمات، يعني تعتقد في يعني أي يعني المجالات ممكن يعني نعزز الجانبي في تدوير التجارة الخارجية، التجارة الإلكترونية؟ مثلا ليست منتجات أو بضائع الواقعية، بل بضائع افتراضية. مثلا الألعاب على الإنترنت، قامت كثير من الشركات الصينية بتطوير برامج الألعاب الإنترنت لزبائن العرب، وحصل على أرباح يعني مرضية. إن هذه يعني منتجات، أظن أن منتجات افتراضية سوف تحتل أكبر يعني نسبة أو نصب من بين البضائع المصدرة إلى بلدان العربية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أظن أننا مثلا نقوم بزيادة مستودعات خارج البلاد، يعني في بلدان العربية، وتوسيع الساحة التسوق الناتجة. يعني لدينا خبرة وافرة في هذه الناحية، وحق يعني نحن نفتح فروعا يعني هذه لهذه الساحة التسوق فروعا في البلدان العربية حتى تمارسوا أعمالهم في تلك البلدان، لا داعي لأن يعني نرسل بضائعنا من الصين إلى البلدان العربية، بل ممكن أن نبدأ الأعمال في تلك البلدان التي أصبحت يعني أو يعني تم بناء مستودعات الخارجية فيها. نعم صحيح، يعني أنت ذكرت يعني الألعاب افتراضية عبر الإنترنت، هذا يجعلني تذكرت نقطة يعني أيضا يعني بعض الشركات يعني التكنولوجيا الصينية، هم تطور الصناعات الدفع الإلكتروني في أسواق الشرق الأوسط أيضا. يعني بالفعل يعني هذه المجالات واسعة وأيضا يعني واعدة جدا.